السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن عشبة خريفية ضرورية جدا جدا جدا، من المفترض ان احنا نقدمها للطيور في الفترة القادمة، مش بس في الخريف وإنما من بداية الخريف لحد نهاية الشتاء أو تحديدا نهاية البرد. العشبة دي لها تأثير كبير جدا على الطائر من جميع النواحي، سواء النواحي الصحية أو النواحي الإنتاجية. هنعرف التأثيرات دي والفوائد العلمية ليها، وهنعرف إيه هي العشبة ونقدر إزاي نستفيد منها وإمتى نقدر نستفيد منها خلال الحلقة بإذن الله. لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والبأول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. عشبة خريفية، ولما اجي اقولك عشبة خريفية او صيفية او شتائية شتوية، اعرف كويس قوي ان فوائدها بتبقى اكتر في الفترة دي، فوائدها بتبقى اكبر في الفترة دي. لكن ده مش معناه ان هي في الفترات التانية وفي الاوقات التانية ملهاش فايدة، لا، يبقى ليها فايدة برضو، لكن فوائدها بتبقى اكتر في الفترة الفلانية. والعشبة بتاعت النهاردة خريفية وشتوية الاتنين مع بعض، لكن بنقول خريفية لان هي الخريف جاء قبل الشتاء. طيب اشمعنى العشبة دي؟ لانها بتحتوي على نسبة عالية من المعادن زي الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، الصوديوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، فيها فيتامينز برضو زي فيتامين كي، فيتامين سي، فيتامين اي، تمام؟ وبتحتوي على نسبة عالية جدا من معدن مهم وهو المنجنيز. المنجنيز معدن مهم للطائر، مش علشان هو مهم بقدر ما علشان الطائر مش بيتحصل عليه من الأكل. يعني انت في الأكل العادي اللي بتقدمه للطائر المنجنيز بيكون قليل شويتين، بيبقى من الصعب انك تتحصل على المنجنيز في الأكل العادي. فلما حضرتك تقدمه للطائر من خلال تقديم هذه الإضافة البسيطة والعشبة البسيطة، يبقى أنت بتدي للطائر فايدة كبيرة جدا وبتكلفة قليلة جدا، من غير ما تتعب نفسك ومن غير ما تكلف نفسك بأي حاجة. حلو، دي أول نقطة من فوائد هذه العشبة. كذلك برضو نقطة مهمة من فوائد هذه العشبة، أنه العشبة دي مفيدة في حالات نزلات البرد، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الجيوب الأنفية، وعلاج جميع الأعراض التنفسية. حلو، علاج جميع الأعراض التنفسية. طب دي مفيدة ليه في الخريف؟ مفيدة في الخريف علشان خاطر عدوى البرد عموما وعدوى انفلونزا الطيور خصوصا، عدوى انفلونزا الطيور خصوصا برضو بتكون موجودة في الفترة بتاعت الخريف، موجودة طبعا في فترة الشتاء. فمهم ان انت تاخد بالك من التفصيلة دي، ان انت ايه، ان انت تعمل مقاومة ضد عدوى البرد او نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الانفية وعلاج جميع الامراض التنفسية. كل ده متواجد في عشبة واحدة بس، تمام؟ هي العشبة بتاعت النهاردة وهي القرنفل. القرنفل طبعا من اقوى الاعشاب اللي بتساهم في كل الفوائد دي، لكن لسه في فوائد تانية لهذه العشبة، لسه في فوائد تانية وتأثيرات قوية. لها تأثير قوي على البكتيريا الضارة بالامعاء، وده بيزود التوازن بتاع مايكروفلورا الامعاء. حلو، طب ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي الامعاء عندها صحة وعندها قدرة ان هي تهضم وتمتص الاكل بشكل انتظامي او شكل نظامي، بشكل مفهوش اي نوع من انواع التعطيل او الاذى للطائر. فمهم جدا ان انت تستخدم هذه العشبة لو انت عايز الطائر يمتص الاكل ويستفيد من الاكل بشكل طبيعي ومفهوش اي مشكلة، تمام؟ فتستخدم هذه العشبة، تمام؟ اي اضطرابات في الجهاز الهضمي يمكن علاجها عن طريق استخدام هذه العشبة. اي اضطرابات، اضطرابات زي ايه؟ زي امساك، زي اسهال، او بيسموه طبعا عند الطيور عسر هضم مش امساك، لان الطائر العسر الهضم بيحصل عنده في الحويصلة، ان الاكل يتراكم ويبقى مفيش هضم اصلا، لكن الطائر يبقى عنده هضم ضعيف، ده بيبقى صعب شوية، يا اما عنده هضم يا اما ما عندوش هضم. فعسر الهضم او توقف الهضم هي الحالة اللي بتحصل بالنسبة للطائر، مش بيجيله مساك وانما بيجيله توقف
عن الهضم تماما. فأي اضطرابات في الجهاز الهضمي بالنسبة للطائر انت ممكن تعالجها عن طريق استخدام العشبة دي بمنتهى السهولة. تعال بقى على فايدة من أهم الفوائد لهذه العشبة، وهو ان العشبة دي من أقوى منشطات المناعة لجسم الطائر ضد الميكروبات بجميع أنواعها، فيروسات، بكتيريا، فطريات، طفيليات. سواء فيروسات، بكتيريا، فطريات، طفيليات، تمام؟ كل دول انت بتعمل مقاومة ليهم، مقاومة ضدهم عن طريق عشبة القرنفل. باستخدام هذه العشبة انت بتعمل كل الفوائد دي وبتاخد كل الفوائد دي للطيور بتاعتك. فما ينفعش حضرتك بعد كل ده تتأخر عن استخدام هذه العشبة. ما ينفعش تتأخر عن استخدام هذه العشبة للطيور بتاعتك، لأنك هتاخد بيها الكثير والكثير والكثير من الفوائد. مش بس الفوائد اللي احنا اتكلمنا عنها، وإنما في فوائد تانية يعني هقولها لك باختصار. إن هي بتساعد في زيادة تدفق الدم، وزيادة تدفق الدم بتساعد في زيادة الخصوبة، وزيادة الخصوبة بتساعد في زيادة إنتاج البيض، وكذلك زيادة إنتاج البيض المخصب اللي فيه بذرة اللي تقدر ترقد عليه أو تستفيد منه استفادة كبيرة جدا وتطلع منه كتاكيد صغيرة. كل هذه الفوائد متواجدة في عشبة واحدة، في عشبة واحدة تقدر حضرتك تستفيد بيها وتتحصل عليها من عند العطار، وهتلاقيها بأسعار مش كبيرة، ومش هتستخدمها بكميات كبيرة. مش هتروح تستخدمها بكميات كبيرة، يعني مش هتجيب مثلا كيلو ولا ربع كيلو ولا تمن كيلو، لا، انت بتشتري كمية قليلة من هذه العشبة. الكمية القليلة دي بتكون كافية جدا علشان خاطر تحقق لحضرتك التأثير الإيجابي اللي انت منتظره. ايه التأثير الإيجابي؟ زيادة مناعة، زيادة خصوبة، زيادة إنتاج، رفع القدرة الجنسية والتناسلية عند الديوك وعند الفراخ. يعني فوائد دي كلها انت مش هتلاقيها في الأدوية أصلا، يعني فوائد مجمعة مش هتلاقيها في الأدوية. فما بالك بقى ان انت ايه بتلاقي الفوائد المجمعة دي في عشبة واحدة بس انت مش هتصرف عليها كتير. طيب نقدمها ازاي؟ العشبة دي عشبة عطرية، يعني ممكن تغلي كام حبة قرنفل كده، 3-4 حبات بس، في شوية مية صغيرين، وبعد كده تاخد الخلاصة بتاعتهم تحطها على المية. ممكن تطحن هذه الحبة، تطحنها تماما، تمام، وعن طريق الخلاصة بتاعتها أو البودرة بتاعتها تخلطها بإيه؟ تخلطها بالعلف بتاع الطائر. تخلط 5 جرام مثلا بكيلو علف، هيكونوا كافيين جدا ان هم يدوا الفوائد دي كلها للطائر، وفوائد اكتر واكتر واكتر. ما كانش فيه وقت ان احنا نتكلم عنها بتفصيل اكتر من كده. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.